يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم بحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، شكرا يا بسنت، وصباح الخير عليك، وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023. وفي الحقيقة خلاص يعني كلها أيام ونكون في شهر رمضان المبارك، الشهر اللي بمجرد ما بنحس اللي احنا قربنا عليه بنلاقي فيه نوع من انواع التكافل ما بين المصريين بعضهم البعض، ونوع من انواع المسؤوليه، وبنلاقي اعمال الخير قوي بتكتر. لما بنقول شهر رمضان بيجي في دماغنا ثلاث حاجات: اعمال الخير او شنط رمضان تحديدا، وفانوس رمضان، وزينه رمضان. لو بنتكلم على اعمال الخير فده حدث ولا حرج، ويمكن دي يعني عاده وسنه محموده يعني اعتاد عليها المصريين تحديدا، مش هنقول في رمضان بس، هي طول أيام السنة لكن بتكتر في رمضان تحديدا، ويمكن ده اللي احنا شفناه. ويوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله هنكون أمام واحدة من أعظم المبادرات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوزيع أكتر من 4 مليون كرتونة من كراتين الخير على المصريين كلهم. لكن هنقول كمان الابتهالات والتوشيح اللي بتكون موجودة ودايما ما بتردد في يعني أذاننا بمجرد ما نقول فيه شهر رمضان: نصر الدين تبار، النقشبندي، وغيرها من المبتهلين المصريين اللي دايما اعتدنا على سماع صوتهم قبل أذان المغرب أو قبل أذان الفجر. لكن برضو في حاجة أعتقد كلنا بسنت بنفتكرها ودايما بنكون حريصين عليها: زينة رمضان، الزينة، وفانوس رمضان. حقيقي. واكيد ليكي ذكريات معاهم. ليا. ايه هي بقى؟ انا من الناس اللي رمضان بالنسبه اكيد كل يعني كلنا كل المصريين رمضان بالنسبه لنا حاجه يعني هو عيد يعني 30 يوم من الاعياد المتواصله، لان احنا عندنا حاجه كل فتره كل 10 ايام من رمضان احنا بنحتفل بحاجه معينه. اول 10 ايام احنا بنحتفل بالمود الخاص ببدايه لسه شهر رمضان، ومع ان فات على اغنيه رمضان جانا 85 سنة، لكن احنا لغاية النهاردة بنغنيها ونقعد نغنيها مع بعض ونمسك الفانوس. كلنا عندنا ذكريات مع شهر رمضان حتى آخر 10 أيام وهو خلاص بيودعنا. كلنا بنقعد نغني تم البدر بدري، وبنقعد متضايقين كلنا ان رمضان خلاص بيخلص. لسه بدري بدري يا شهر الصيام. لسه بدري فعلا. انا من الناس اللي ليا ذكريات كتيرة قوي مع الديكوريشن بتاع رمضان عامة، او توضيب البيت كده رمضان. طبعا استعديتي ده عندك في بيتك خلاص؟ لسه للأسف. للأسف أنا متأخرة جدا، أنا عارفة، بس يعني جبت فانوس بس لسه بقى ما زينتش البيت. إحنا بنحب نفرش السفرة عارف المفرش بتاع زينة رمضان ده، ليه الطابع الخاص بتاعه، بيحسسك دايما الأكل مختلف. وزي ما أنت قلت عامة رمضان كله أنا مش قادرة يعني أحصره بس فكرة الفانوس والزينة، لأن وشهر تفاصيل، كل حاجة فيها، كل حاجة فيه، من أول صوت الأذان بصوت الشيخ محمد رفعت لأول التواشيح للنقشبندي بالليل وإحنا بنسمع قبل أذان الفجر لتلاوة أو تلاوة القرآن قبل أذان المغرب، وتفسير للشعراوي، لبكار، للمسلسلات اللي إحنا بنقعد قدامها بعد الفطار بعد ما بنبقى أكلنا كتير ومش قادرين نتحرك، وبنقعد قدام التلفزيون ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنتفرج على المسلسلات. كل شهر فيه تفاصيل خاصه بيه، وكل حد فينا ليه ذكريات خاصه بشهر رمضان المبارك. لكن متهيألي ان كلنا عندنا حاجة كومن كده أو حاجة مشتركة للشهر ده، هي إن إحنا من أذان الفجر لغاية أذان المغرب إحنا كلنا عندنا نفس الحاجة اللي بنعملها، إن إحنا بنروح أشغالنا، بعد كده بنرجع، اللي بينام شوية وبعدين بيصحى يقعد يصلي ويقرأ قرآن لغاية الأذان، بنبقى كلنا متجمعين على نفس السفرة قاعدين مستنيين الأذان لغاية ما بنبتدي نسقسق كده في الاكل او الشرب بالكركديه او السوبيا، بعد كده نبتدي اكلنا، بعد كده نقعد كلنا كعيله مع بعض. يمكن دي احلى حاجه في الشهر المبارك، ان احنا في شهر رمضان بنتجمع كعيله. اول شهر لازم كلنا نروح عند جدتنا لو هم موجودين، او عند اهالينا، ونتجمع كعيله كلنا. انا بقى عايزه اعرف منك انت، هل انت وانت صغير كنت بتنزل الشارع تعلق الزينه مع صحابك ولا لا؟ بص يعني انت جيتي هنا بقى على الجرح زي ما بيقولوا، لان موضوع الزينه ده تحديدا بيخلينا نروح لحاجه هي اكبر شويه من فكره رمضان واستعداد الامه العربيه والاسلاميه تحديدا لرمضان. لان احنا عندنا في مصر
عارفة أنت رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. والله فعلا رمضان في مصر حاجة تانية. ليه؟ لأن عندنا في مصر أنا واحد من الناس اتربيت في حي شعبي بسيط شبرا مصر تحديدا وبالتحديد منطقة رود الفرج. خلاص، لأن أنا جدودي من هناك أو كانوا عايشين هناك، يعني كنت بشوف هناك في الأماكن الشعبية دي. ويمكن لو أحلى معروف ده أحلى بقى إيه؟ أحلى رمضان معروف إن ما عندناش فكرة الطائفية دي، حاجة دخيلة علينا. يعني مؤخراً بقينا نسمع على مصري قبطي ومصري مسلم، لكن في شبرا تحديداً، ويمكن هي الناس اللي بيتابعونا عارفين إن في أكبر نسبة من إخواتنا وأشقائنا المسيحيين موجودين في شبرا. عمري في حياتي ما شفت ولا حسيت ده وانا موجود في شبرا. ليه؟ كنا بنلم من بعض، كنت بشوف بقى جيران جدودي والكلام ده كله كانوا بيلموا، الشباب هناك بيلموا من بعض جنيه من كل شقه، مسلم مسيحي اي حد ساكن في الشارع بيدفع وبيشارك وعن طيب خاطر. يعني الموضوع ما فيهوش نوع من انواع الاجبار، عن طيب خاطر. ليه؟ علشان يتعمل السلك بتاع الكهرباء اللي بينزل منه النمط اللي بينور بيه الشارع. والفيشه او ما كانش في حاجه اسمها الاناره بتتم من الشارع او من مكان عمومي او من كابل كهرباء خالص. الاناره بتتم من خلال الفيشه دي بتتوزع على بيت او كل شقه في كل يوم. فبالتالي نوع من انواع التضامن، نوع من انواع اللحمه الحقيقيه اللي كانت بتبقى موجوده ما بين المصريين بعضهم البعض، وتحديدا مش عشان كده بقول لكم فكره الطائفيه وفكره التصنيف والتفنيد هي فكره دخيله علينا. ويمكن كان الهدف منها وفشل اهل الشر في ده تحديدا فكره اللي هو تقسيم المصريين وفكره التفرقه ما بين المصريين، لان احنا بنشوف ده في لا احنا عندنا في كل الاعياد فعلا احنا مسلمين ومسيحيين بنحتفل بكريسماس. صحيح، بنشوف ده بالطقوس الدينية سواء كان عندنا أو عند إخواتنا المسيحيين، وهم أول ناس على فكرة بيحطوا فانوس رمضان في البلكونات. واللي مش مصدق ده انزل شبرا على سبيل المثال وشوفي ده موجود إزاي. فأنا عشت ده، شفت طبق الكنافة أو البسبوسة أو القطايف اللي بيلف في العمارة كلها، لازم يعني الطبق ينزل ويطلع فاضي. سحراتي بالليل طبعا طبعا، وموجود وحتى الآن ده موجود برضو. يعني بقولك انزلي الأماكن الشعبية دي هتلاقي المسحراتي موجود وينده على بالاسم. وكانت يا فرحة قوي لما كان حد من جدودي يقول له ايه انده على أحمد. أو والله عارفة حاجة ليها حاجات صغيرة، حاجات صغيرة قوي بس كان فيها تفاصيل وفيها متعة حقيقية للأسف افتقدناها مع التطور التكنولوجي ومع وجود السوشيال ميديا بعدتنا. وأنا شايفها هي مش وسائل تواصل اجتماعي أكتر ما هي تفرقة اجتماعية. ما قربتناش من بعض أكتر ما هي فرقتنا عن بعض، خلتنا ما بنقعدش نتكلم مع بعض. هو ده كان أهم ما يميز شهر رمضان الكريم في تفاصيله بقى كلها، سواء قلنا تكافل اجتماعي في يعني أعمال خير بتحصل، سواء كانت زينة، سواء كان يعني تفاصيل دينية وابتهالات وقراءة القرآن وصلاة التراويح في الجوامع، كل ده بنشوفها في شهر رمضان. كل ده أنا أعتقد أن يعني لما كبرت شوية مذاقه ابتدى يقل عن الزمان اللي تربينا فيه. لو رجعنا تاني أعتقد هيبقى الدنيا مختلفة خالص. يا بسط، أنا عن نفسي لسه بحس بأجواء رمضان. يمكن الحاجات اللي مفتقداها أكتر الكرتون، حاجات زي بكار، الحاجات اللي هي كانت بتخلي الأطفال حتى يقعدوا مشدودين أكتر للشاشة. لكن رمضان زي ما احنا اتكلمنا مع حضراتكم ليه طابع خاص عندنا كلنا وليه ذكرياته اللي لسه لغاية النهاردة بنفتكرها وعمرنا ما نقدر ننساها، وبنحاول ان احنا نعيش الأجواء دي سنة بعد سنة. واحنا بنستعد للشهر الفضيل، احكي لنا ذكرياتك مع الفانوس وزينة رمضان، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجابات حضراتكم اللي إن شاء الله هنستعرضها خلال الحلقة النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، ومن صباح لحضراتكم.